الحمد لله ناصر المستضعفين ومذل المتجبرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذ تدين الحركة الإسلامية النسائية وكافة الحركات النسوية الفلسطينية القرصنة الصهيونية على سفينة زيتونة، والتي كانت تحمل على متنها العديد من المتضامنات من دول العالم، واللواتي أمضينا أيام طوال منذ شهر سبتمبر المنصرم راكبات البحر عبر محطات متعددة في موانئ البحر المتوسط، ليصلنا هنا إلى غزة كاسرات عنها حصارها الذي مضى عليه 10 سنوات ونيف. ولكن الاحتلال الصهيوني يأبى لغزة أن ترى أي بصيص نور يحمل الأمل لها ولأبنائها. إذ تجب الحركة النسائية والحركات النسوية الفلسطينية هذا الاعتداء الإرهابي الصهيوني على تلك السفينة وعلى راكباتها، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى لجم الإرهاب الصهيوني وكسر شوكة قرصنته التي كانت حائلة لوصول الكثير من قوافل كسر الحصار عن غزة، كما ويجب أن تتحمل مسؤولياتها أمام هذا الإجرام الصهيوني المتواصل. نأمل أن تصل سفينة زيتونة والتي تحمل على متنها 13 متضامنة أجنبية جاءوا من كافة أقطار العالم، بعضهم حاصل على جوائز نوبل للسلام. كنا نأمل أن تصل إلى قطاع غزة وأن تشرفنا وتحمل هذه الرسائل الإنسانية والحب إلى أهالي، وخاصة المرأة الفلسطينية هنا التي تعاني من أكثر من 10 أعوام من الحصار على قطاع غزة. كنا نأمل أن تصل هذه السفينة لتوصل رسالة، فهذه السفينة سواء وصلت هنا إلى غزة أو لم تصل فإنها أوصلت رسالة أن هناك في قطاع غزة أكثر من 2 مليون فلسطيني لا زالوا يرزحون تحت نير هذا الحصار الصهيوني، وهذا الحصار لا بد أن يرفع.